مازال يستطيع المواطن المغربي هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، واش ممكن الصيدلاني يكون قابل بنفسه؟ علاش؟ لأن الأغلبية ديال الناس ما كيمشيوش للمستشفيات، كيمشي كيقصد الصيدلية كيقول لهم بلاصة كتحرق أو لا عندي واحد الحرق بلاصة الفلانية وكيتجاوبوا معاه، ممكن يكون نقطة قريبة منهم باش يقدر يكفي هذا المواطن على أنه يقدر يصيد هذا الصيدلية مثلا في البلد. السؤال الثالث هو غادي الفارماسي اللي تحل الفارماسي ديالو وتقربو، بمعنى كتكون مثلا في طنجة في واحد الحي كندوز في تاكسي قال لي ودي إذا كنتي الفارماسي اللي قريبة اللي حل في بيرمونس ولا في سويدا ولكن هذا واحد كيحل ما يمكن، وفعلا الشيء الثالث وجبة السيد كيحل سرد الصغير وكيدير ديك الدواء وكيولي يستخدم، يعني واش حاجة اللي ولدي مريض كنجي عند الطبيبة وكتعامل مزيان بحيث يمشي يكتب وتبقى صاحبي المريض هنا بحيث فعلا مرارا كيوقفوا على الحالات وكنسلوا على الحالات الاشتباه هي بنتي كتعمل، وهذا نموذج ديال تعريش الدور بنت اللي كتعرف قيمة وكتعطي قيمة لبنية كبيرة.